هلا شباب، شلونكم اليوم؟ تمريننا ركل الكره بالراس. تابعوني وشوفوا التمرين من البدايه للنهايه. ركل الكره بالراس شرط اساسي اذا انت تريد تدرب فريقك على اي تمرين حسب الهدف مالتك. الهدف مالتك لازم يكون شنو؟ مثلا ركل الكره بالراس، لازم الحمار ايضا يكون ركل الكره بالراس. يبدي الحمار لحد ما هدف التدريب مالتك اللي انت تريده، الهدف الرئيسي. اول ما راح نبدي بالحمار ركل الكره بالراس، بعدين نبدا التمرين التمهيدي، بعدين تطويري، بعدين تنافسي. حرك بدل مكانك، يلا داوم. من الثبات، من الثبات، لا تتحرك جانبي، من الثبات. بدل على الجهة الثانية بسرعة، عجلة ثانية، عجلة ثانية. عجلة ثانية. عجلة ثانية. الدوران مالتك بسرعة سريع. عجلة ثانية بسرعة. ايه فيري جود. بدل لعب. داوم. عجلة ثانية. عجلة ثانية. داوم. اي عافية كرار. خلي ندار عليك ولا تلعب للكرة. ايه. يلا فاضل غلط. بسرعة شو هالشيء. سكر براشك. العب براشك. العب ياها. واحد اثنين شوي عليها، واحد اثنين اوكي العب لي، واحد اثنين اوكي العب لي، واحد لا تعب صاحبك ثاني شوي العب بيها علو شوي على ما حد شنو ما يتعب يباوع سهل العب لي، واحد اثنين اعليها اول مره العب لي اعليها هوب ارفعها بس ما عليه ارفعها ايش اعليها اول بدايه ايش اسوي؟ اعليها والعبها صاحبي العب لي اعليها شوي شو باوع ولا باص صاحبي واحد شوفه لعب ليها ناصي ما سيطر عليها بس اذا شوي يلعب ليها بها علو اسيطر عليها او هي سوى اول شيء ادنك اعليها شويه وادفعها ادنك عليها شويه وادفعها اوكي يلا ما يخالف الكره عليها فوقك ارفعها دنق لها عافية فاضل ما يخالف يلا بدل لاعب داوم دفع بها ريد ايه Very good. ادفعها ادفعها صحيحة أول شيء عليها ليه؟ داوم. وخر
افوي واو.